السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وفقهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا سائل يسأل عن حكم تركيب الرموش الصناعية. أقول بالله تعالى التوفيق: الأولى والأفضل والأسلم البعد عن ذلك لما عساه أن يكون داخلا تحت الوصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك. مش كافينا وياك. تفضل. أمي حفظها الله تقول معك في المنزل. نعم، أمك تقول معك في المنزل، وبعد. نعم، كانت تريد أن تشارك في المصاريف وأنا رفض. طيب. ولحق بشدة وأنا رفض. فدلوقتي بتبدأ تشتري شوية حاجات في البيت وأكل وحاجات، وأنا رافض الموضوع ده، فماذا أفعل؟ لا، الأمر سهل ما دام نفسيتها ترتاح فيها، دعها تشتري وانت تعطيها بعد مده مبلغ من المال وخلص حتى تستريح. مش عايزه تاخد مبلغ من البال. ها؟ هي مش عايزه تاخد مبلغ من البال، مش هتاخد. مش في نفس الوقت يعني بعد مده دي لها اي هديه، خاتم ذهب ولا اي شيء، لكن عايزه تستر على نفسها امام زوجتك، امام زوجتك. اه. الله يسلمك. سؤال ثاني يا شيخ بعد اذنك. نعم. ليا بنت خال زوجها طلقها شفوي، ما طلق كده بس ما عملش ورق لسه. طلقت من عده شهور، يعني من 5 شهور. واخويا عايز يفتحها في الجواز، هل يجوز ولا ينتظر ما يتم القرار الرسمي؟ متى طلقها؟ طلقها من 5 شهور تقريبا. يعني انتهت عدتها. انتهت عدتها. لا، ممكن طلق شفوي لسه ما عملش ومش اجراءات في المحكمه وكده. لكن ممكن يخطبها ما دام عدتها انتهت. اصل قلت له الحديث بتاع الرسول عليه السلام اللي هو من خب الرماح على زوجاته، بس قال لي ده هو خب بما هي زوجه الان يا اخي، انت تدخل مطلقه من 5 اشهر. خب امراه زوجها كيف يعني؟ الان ليست بزوجه. يعني هو كده تمام، ممكن يكلمها في موضوع الزواج يعني. هي ليست بزوجه الان. يعني مضت انتهت عدتها من اشهر. هي عدتها فعلا خلصت، انتهت بقى لها. ايوه نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوالد الشيخ سيد الأجدر حفظك الله وسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. نعم، تفضل. إذنك في حالك رغوة. الحمد لله. ربنا يطمن عليك، ربنا يديك الصحة رب. يا رب. كانت حماتي كانت طالعة عمرة. وهي طلعت قبل كده كذا عمرة وحجت. زوجها نصحها يعني إن هي يعني توفر فلوسها دي ل يعني اخواننا في غزه. هل ده افضل؟ اذا كان يستطاع ايصال المال الى مستحقيه. نعم. اذا كان المال يمكن ان يصل الى مستحقيه في ايديهم فعلا لا بأس، لكن الاشكاليه في ان كيف يصل المال؟ نعم. هذا الذي نبحث عنه الان. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. لو سمحت يا مولانا، فتوى متوقفه على راي حضرتك ان شاء الله. الله المستعان. هي متزوجه وسابت جوزها لانها شافته وسمعته يعني ايه تصرفاته مش كويسه. ف مره واثنين وثلاثه ما ترجعش، سابت له البيت ومشت، فهو عاوز يرجع لها تاني. هو اللي عاوز يعني يرجع. ايه مدى التصرفات السيئه؟ فواحش، يرتكب فواحش. نعم، وشرب وحاجات كده. لا، انصحها تبتعد عنه. ابتعد؟ اي، اذا كانت فواحش، يرتكب الفواحش ويشرب خمره ويشرب حشيش، ابتعد عنه. تمام، يبقى خلاص الموضوع واقف على الطلاق. والله اذا كانت بنتي هعمل كده. نعم. اذا كانت بنتي عافانا الله اياكم، زوجها حشاش. نعم. ويفعل الفواحش. نعم. فايدة البقاء معه. قال انا هتوب وهرجع تاني. والله ما ادري، والله هي ادرى به. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. بقول لحضرتك، لو انا مثلا بتوضأ ولفة مثلا شعري او عاملة كحكة يعني لفة شعري قدام، لازم امسح الراس من قدام ولا ممكن يكفي ان انا امسح رأسي من وراء الوضوء؟ يعني تمسح كده كده القفة، هذه القفة. مش، لا، راسي نفسها من ورا يعني. يا اختي امسحي زي ما الناس بتمسح كده، تمسح من ورا كده. في احد عندك، شفتي احد يتوضا وامسح كده من الخلف كده؟ طب ايه هذا؟ هذا اقرب الى القفا، الله يغفر لك. يعني خطا؟ راه خطا. طب السؤال اللي تاخر بعد اذن حضرتك، لو انا دخلت في صلاه الجماعه في المغرب وقلت الله في الركعه الاخيره، قلت الله اكبر ونزلت على وتاني الله اكبر تاني للركوع، وانا يا دوب نزلت، ام هو قال سمع الله لمن حمده، اجيب ركعه؟ انت ادركتي تكبيرتك، تكبيرتك ادركتي وهو راكع بالتكبيره؟ تكبيره الاحرام ولا تكبيره لا، تكبيره الاحرام. تكبيره الاحرام، تكبيره الاحرام. لا إيه، لا، ادركت التكبيره بتاعت الصلاه، انا ادركتها قبل ما هو يقوم. يعني ادركت الله اكبر وهو راكع؟ ايوه، هو راكع. وبعدين بقول الله اكبر تاني وبنزل، لقيته بيقول سمع الله. اسكتي خلاص، لا مش فهمي بس معنا. انا بعد ما خلصت الصلاه افهمي الكلام بس، اسمعي الكلام بس، عشان ده حكم يعنيك وعن غيرك يعني. نعم. اصبري حتى تفهمي، لان السؤال يستفيد منه اخرون غيرك. تفضل. فاصبري لا تتكلمي. يعني أنت الآن قلتي الله أكبر وهو راكع، مظبوط كده؟ تمام. وبعدين جئت تقول الله أكبر الثانية، كان هو قام، أنت أدركتيه راكعا بالتكبيرة، أنت أدركتيه راكعا بتكبيرتي، كبرتي وهو راكع، فدخلت الصلاة وهو راكع. صحيح. محسوبة لك ركعة. ايه، أنا بعد ما سلمت بصراحة جبت ركعة ثانية عشان خلاص الصلاة صحيحة على أي حال بالشكل ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن أسألك سؤال إذا في مجال؟ في، تفضل. الشيخ، أنا بصراحة كنت قبل الحمد لله رب العالمين رب ما شفاني، وكنت زمان مصاب شوية بعض اضطرابات نفسية، فكان أحد أسباب علاج بعد التوكل على الله ثقة بالنفس. هل أنا يا شيخ لما أكون واثق بنفسي بعد التوكل على الله ومرضي لربنا، طبعا أحد أسباب التوكل على الله الثقة بالنفس، ما حكم الثقة بالنفس بعد التوكل على الله؟ حالتك مفادها أنه لا جناح عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، كيف حالك؟ بارك الله فيك. الحمد لله بخير. يا مولانا، أنا موجود في السعودية حاليا شغال. ايوه. فقلت، قلت نويت ان انا احج السنه القادمه يعني الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. فعرض لي عارض يعني. ايوه. فهل يجوز ان انا اجل النيه، ولا النيه دي محل اليمين، ولا ايه الموضوع يعني؟ الفريضه ولا النافله؟ الحج، الحج. الحج، الحج الفريضه او النافله؟ حجه الفرض او النفل؟
فريضة أول مرة هحج، أنا ما حجتش قبل كده، فقلت نويت، فعرض لي عارض يعني. يعني عارض عارض قاهري قاهر أو عارض يمكن تحجيه؟ الإجازة معاه، الإجازة اللي أنا هنزلها في مصر هتبقى في المواعين دي في مناسك الحج. لا حج يا حبيبي، حج يا حج يا أخي الكريم، اتفضل حج حج، ما هو عارض قاهري؟ الحج أول طبعا ألزم لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم حج. هل أنا لو أجلت فيه اسم؟ والله على قول لبعض العلماء في، لأن مسألة مبنية عليه، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ يعني إذا وجب، إذا استطعت أن تحج، هل تحج لزاما أو ممكن تنتظر سنة؟ وجهان، فنختار انه ما دام ليس عندك عارض يمنعك حج. يعني خروجا من الخلاف. الله يسلمك. الله على الفور. ماشي. مرحبا يا ابا احمد، واهلا وسهلا، سلمك الله من السوء المكروه. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. وحياك، اتفضل. بعد الانتهاء من الصلاة يا شيخ أقرأ آية الكرسي أفضل أم أبدأ بالتكبير والتحميد؟ الأمر فيه ساعة. أيهما أفضل يا شيخ؟ والله من ناحية ثبوت الأسانيد، أسانيد التسبيح والتحميد والتكبير أقوى. أي. الله يبارك فيك. معنا سؤال تاني لحضرتك. تفضل. كيف أكون طالب علم القوي في علم الحديث يا شيخ؟ العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤتى ومن يتقي الشر يوقى، كل علم حتى تنبغ فيه، كما قال الإمام مالك لا تنال الإمام إلا بالصبر واليقين. لازم تتعلم، لازم تتعلم وتبذل جهدا كأي علم، كي تكون طبيبا ماهرا مثلا لابد أن تدرس الطب بدقة وتتتبع المستشفيات والنشرات والمؤتمرات والاجتماعات وتباشر العمل وتسأل الأطباء، كل علم بهذه الطريقة. لا ينال العلم إلا بالصبر واليقين، صبر على التعلم ويقين في الله. قال الإمام مالك لا ينال العلم إلا لا تنال الإمام إلا بالصبر واليقين، وتلا الآية واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم يا شيخ، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ده حضرتك الشيخ مصطفى. طيب لله الحمد. الحمد لله. أسأل حضرتك أن تدعو لأهلنا في غزة. طبعا الله يحفظهم أهل غزة ويسلمهم من كل سوء ومكروه، وينصرهم على عدوه وعدوهم، أن يسدد رميتهم ونجمع كلمتهم على كتاب الله وسنة رسول الله، وأن يخلص نواياهم. اللهم آمين. وما واجبنا كشباب مصري أو شباب مسلم؟ نعم. وما واجبنا كشباب مسلم تجاه اللي بيحصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. بأي طريقة حتى لو أي طريقة تستطيع توصل إليهم مساعدات بأي طريقة من الطرق، أعانك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ألو. اتفضل. الشيخ. اتفضل. أنا أسألك عن سؤال بس لو سمحت. اتفضل. في احنا في السعودية هنا، فممكن مثلا حد يكون عايز يبعت فلوس أو حاجة، فمثلا بنبعتها مثلا الريال مثلا ب 10 جنيه فبنشتري منه الريال ب 9 جنيه ونص تقريبا يعني، ونروح باعتينه في مصر، فهل ده في حلال ولا حرام ولا لا؟ ما الصورة بالضبط؟ إيه؟ ما الصورة بالضبط؟ زي ما بقول لك كده، مثلا نشتريه منه هنا هو يعزي بعض لأهله مثلا ويبعث فلوس،
انت بتشتري ب 10 جنيه تمن في مصر ب 10 جنيه، فاحنا بنشتري ناقص مثلا 20 قرش او كده، بحيث ان يبقى في مثلا مصر او كده ونبعته مصر. شوف يا اخي، بيع العملة لا يجوز الا يدا بيد، خذ وهات. فاللي انت بتعمله ده غلط، لانك لا تسلم في الحال الا اذا كان وكيلك في مصر سيسلم وكيله في مصر في الحال. بس مش يدا بيد، التحويل كله تحويلات. ما هي تحويلات ايضا لازم تكون. انت ايه توصيفك؟ ما توصيفك انت الان؟ توصيفك انت الان ممكن توصف نفسك على انك وكيل، تقول له اني ساوصل لك هذا المبلغ كوكيل عنك وتعطيني على الوكالة على الالف كذا كذا، جائز كوكيل. تمام، يعني انا هنخرج من قصة البيع، هنخرج من قصة النقد، يعني هنخرج من قصة البيع. ممكن يوكلك في امرين، في التحويل وفي التغيير، ولك على اجر الوكالة مبلغ معين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معك ضياء بن محمد، أسأل الله لك أن يحفظك للإسلام والمسلمين. وإياك يا أخي ضياء. دعاء لي ولأسرتي. وعندي سؤالين بإذن الله. تفضل. السؤال الأول، لماذا قبلت الأحاديث أمهات المؤمنين رغم أن شهادة المرأة منقوصة؟ الشهادة تختلف عن الرواية. الشهادة شيء والرواية شيء آخر. آه. أي نعم. والسؤال الآخر، بالنسبة لسيدنا آدم، هل تعتبره من الأنبياء أم من الصالحين؟ نعم، نبي، نص حديث الرسول عليه السلام. نبي رغم أن غالبية القرآن لم يذكر في آدم أي مدح فيه باستثناء سورة استغفاره. ها؟ يعني في القرآن ربنا تكلم عن آدم ولم نجد له عزمة. طيب، هل كل الأنبياء من أولي العزم من الرسل أو في بعضهم؟ يعني ربنا قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ففي رسل من أولي العزم وهم خمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى عليهم جميعا وسلم. الباقين ليسوا هكذا. جزاك الله خير وبارك الله فيك وفي علمك. طيب. ولك بمثل يا أخت أم أسماء، بارك الله فيك وحفظك الله. نعم، حرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك، احنا عايزين نعرف المواعيد بتاع الفتاوى، لان احيانا بيضاع عليا. والرجاء الثاني بعد اذن حضرتك، الدعاء لوالدي والدتي بالرحمه والمغفره، ويا ريت المستمعين يدعوا لهم، ربنا يتقبل يا رب. الله يرحمهم والدينا والمسلمين والمسلمات. اللهم امين. وارجو بس حضرتك تقول لنا الميعاد، يومين بيبقى. والله ما ثابت، لان انا بسافر اسفار دروس في الفضائيات، فأحيانا أتي متأخر والطريق يعطلني. ففي الغالب يعني بتوقيت الأيام هذه إن شاء الله، في الغالب توقيت هذه الأيام من 10 ل 11. ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب. أيوة، باستثناء يوم الاثنين اللي متأخر فيه شوية بس. الله يسلمك. جدا، وأرجو الدعاء لوالدي والمسلمين جميعا. الله يرحمهم رحمة واسعة. اللهم آمين. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا بفضيلة الإمام مصطفى العدوي. الله يبارك فيك ورحب بك، تفضل. ما صحة هذه الأحاديث بعد إذنك يا شيخ؟ تفضل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. في سنده مقال. وحديث إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون. صحيح. وحديث من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. لا أعلم له سندا ثابتا. وحديث إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل قديد. لم أقف له على سند ثابت.
وحديث من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ظالم ضعيف. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ازاي حضرتك يا شيخ؟ طيب والله الحمد. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. أنا مقصودة قرآن. أيوة. وجالي درس يعني قريب وكده، فاللي بروح أحفظ ولادها اكتشفت إن هي يعني مغنية. إيه؟ مغنية يا شيخ، مغنية. استمري استمري ما دام هي مغنية. أيوة. لكن بتعلم ولادها القرآن إن شاء الله نبتة الخير فيها. علمي أولادها القرآن وخذي أجرك، وانوي إن شاء الله أنك تدعيها إلى الله واحدة واحدة كده إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ. طيب الفلوس حلال يا شيخ يعني؟ لا حلالك فلوس يعني تاخديها مقابل تعليم القرآن حلال. ربنا يبارك في حضرتك وياكم. جزاك الله خير. الله وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ مصطفى، هناك مستثمر إسرائيلي يهودي. يهودي. يهودي نعم. مستثمر يهودي فتح شركات في مصر، شركة ملابس لها فروع كثيرة يعني. ما حكم العمل في هذه الشركات؟ هل هو يعين اليهود على المسلمين؟ لا شك يا شيخ مصطفى هو يهودي يعني. لا شك لا تعمل فيه. طب الفلوس التي يتقاضاها العمال حرام يعني؟ انا اقول لك لا تعمل فيها، انت تستشيرني الان. هذه الاونه اي واحد يدعم اليهود على ما يفعلونه باخواننا المسلمين لا نتعاون معه. نعم. طب سؤال اخر يا شيخ مصطفى. نعم. هل يجوز ان نسمى بغير المسلم يعني بالسلفي يعني؟ اسمي غير المسلم بالسلفي؟ يعني مسلم ولكن سلفي يعني. والله احنا يعني ما نحب الاسماء، نحب ما سمانا الله به. قال تعالى ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يعني في هذا الكتاب ايضا اسمكم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فكل شيء من شأنه ان يورث طائفية او فتنة او حزبية او عصبية ابتعد عنه ونكتفي بما سمانا الله به. تمام يا شيخ، بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الشيخ الكريم. وحياك. شيخنا عايز أخذ رأي حضرتك في أمر ضروري يعني، أنا مقيم خارج مصر. وكنت ابحث عن زواج لكن بالقدر يعني المكان اللي انا فيه ما فيهوش بنات مسلمات يعني قلائل جدا، وحتى المسلمات يعني مش متدينات نهائيا، متبرجات بشكل غير طبيعي. وبالكاد حصلت على بنت يعني متدينه وتلبس الملحفه وكده، لكن فوجئت ان هي من الشيعة. لكن سالتها سؤالين، انت ممن يسبون الصحابه والسيده عائشه؟ فقالت لا. وانت عارف ان الشيعة عندهم التقية، نبدأ التقية موجود عند الشيعة. لكن انا سألتها واقسمت احنا ما عندناش الكلام دوت، مش بنعمل كده. طب ما صورة تشيعها اذا؟ ايه 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 الصورة؟ قالت احنا بنقول في الاذان نشهد ان عليا ولي الله فقط، يعني بمعتقدنا في اللي حدث في الخلافة وان ده احق من ده في الخلافة وبس، لكن لا نسب. هي من اي البلاد؟ من اي البلاد؟ نعم. من اي دولة؟ هي من العراق، من العراق، من كربلاء. لكن قالت لي اذا انا من يسبون الصحابة مش هكذب عليك، مش هخب عليك يعني، معتقدنا مش هخب عليك. والله اذا لم تجد الا هي وانت تريد التعفف هذه. والله يا شيخ، والله يا شيخ انا صار لي اكثر من سنتين ابحث عن بنت متدينة، ما وجدت والله الا من حوالي اسبوع وجدت هذه الفتاة وفقط يعني. لأن أنا في مكان يعج به الفساد من رأسه إلى أخمص قدمه يعني. خير إن شاء الله.
يعني إذا كانت بهذه المثابة كما تدعي لا بأس، لكن طب إيه المانع أنك تيجي مصر تزوج واحدة وترجع يعني؟ تزوجت من مصر يا شيخ وشاركت من كيعاني أن أفعلها مرة ثانية. لما كلنا متزوجون من مصر والحمد لله، نسائنا طيبات والحمد لله والشكر لله. الحمد هي أرزاق، أرزاق يا شيخ ماشي أرزاق. ماشي. يعني توكل على الله شيخنا أنا متصل. ما أنا ما تاخدش مني، قلت لك أصلاً أنا خايف من شيء أن يكون التوصيف خاطئ، لكن كانت لا تفعل أي شيء وتترد عن صحابة رسول الله ولا تتكلم ولا تطعن في عائشة ولا ولا إلى آخره إلى آخره. فعلى على كلامك الله اعلم. سامر اقسمت بالله ان احنا مش من العشائر والقبائل اللي بنعمل الكلام دوت. خلاص اللي موجود اسال عن عشيرتها، لكن ما احناش من الناس. اسال عن عشيرتها الله يغفر لك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لو ذهبت بنفسي لإخواننا في غزة للجهاد ولو كنت لا أستطيع جهاد نفسي؟ والله أنا لو أنا أستطيع أذهب ما ترددت يعني. إخواننا هم لحمنا ودمنا يا أخي. إخواننا لحمنا ودمنا، لكن نعم. الله يعينك. يعني جاهز. إن استطعت إلى ذلك سبيلا، شوف أنت فينا أين أنت والحكومة تعمل معك هنا. السلام عليكم. يعني يا إخوة سبحان الله العظيم، في حرب 73 تكاتف المسلمون من دول العرب ودول الإسلام، وكانت سببا في النصر. يعني الملك فيصل رحمة الله عليه قطع البترول عن أوروبا وأمريكا، حتى أتوا بصورة دراجات يسير بها الأوروبيون في الشوارع. الدول تكاتفت كلها، والحمد لله نصر الله الإسلام والمسلمين. الآن كل متخاذل. هؤلاء المسلمون إخوان لنا، هؤلاء المسلمون اللي في غزة إخوة لنا. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، هكذا قال الله سبحانه، إنما المؤمنون إخوة. فإخواننا تدقهم المدافع والقاذفات الطائرات وكل المصائب، ما في واحد يعني. الله يغفر لهم، حكام المسلمين الله يغفر لهم، ربي سيحاسبهم. كل متخاذل، كل ويخاف واحد يتكلم يقول يا ناس حرام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ مصطفى. نعم اخوك مصطفى. انا شغال خدمة عملاء شركة، والشركة ديت بتتعامل او تابعة لامازون، امازون انجلترا تمام. فبس انا كل مرتبي وكده بيبقى من الشركة الوسيط ديت، والرئيس التنفيذي بتاع امازون دلوقتي بيدعم اليهود. خلاص ابعد عن اي شيء يدعم اليهود، ابتعد عنه. هذا يعني لا نتعاون ابدا معهم على ظلم اخواننا ابدا، ولا نقوي شوكتهم يظلمون اخواننا. حتى لو كانت شركه وسيط انا مش باخد فلوسي منها. الله المستعان. يا اختي فاطمه حسين، ما الموضوع يعني؟ يا اختي فاطمه حسين، يعني يجب ان انما المؤمنون اخوه. السلام عليكم. يجري الآن تسجيل مكالمتي. الحمد لله بخير. يا شيخ احنا عندي سؤال صغير. انا لما اجي اطلع من الجامع المفروض بطلع برجلي الشمال. لا ليس المفروض. الحديث الوارد ان الدخول باليمين والخروج بالشمال ضعيف. طب انا اجي البس الشبشب باليمين، اطلع بالصنادل ازاي البسه باليمين؟ يا أخي قلت لك الحديث الوارد في أن دخول المسجد بالشمال باليمين عفوا والخروج بالشمال لا يثبت، فالأمر فيه ساعة، ما تحجر واسعا. جزاك الله خير. وإياكم. بارك الله فيك يا محمود ابن محمد.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنتي امبارح اتطلقت هي وجوزها يعني. الله يسلمك. الناس اللي كانوا قاعدين معاهم الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الناس اللي كانوا قاعدين معاهم قالوا لهم يا جماعه انتوا لازم تقعدوا مع بعض الثلاث اشهر دولت، ثلاث اشهر بالظبط يقعد معاكم عشان ليكوا طلقه يعني لعل وعسى ان هم يصلحوا تاني. وهي مش في نيتها ان هي تصلح ولا هو في نيته. سأسألك سؤال سؤال سؤال. الطلاق عند مأذون على الإبراء أو الطلاق ليس عند المأذون؟ لا دي تاني طلقة أول مرة لما لها يمين طلاق وتاني مرة عند المأذون امبارح عند المأذون بالإبراء. لا إذا بالإبراء خلاص انتهت لا تجلس عنده. إذا كانت طلقة رجعية تمكث في البيت. لا هي الطلقة على الإبراء. على الإبراء خلاص ليس له رجع عليها إلا بإذنها وعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. نعم طيب ربنا يبارك لك ويجزيك خير. كلام الناس هؤلاء صحيح في حالة ما إذا كانت تطليقة رجعية. لأن الله يقول اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لكن طلاق على الإبراء يعني بائن مكتوب بانت منه انفصلت عنه. ماشي الحمد لله. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى الله يحفظك، أنا اللي سألت حضرتك على سؤال الزواج من العراق. أنا قرأت يا شيخ مصطفى بعض التعليقات الساخرة، بعض النساء يسخرون من التعليقات، وعايز أوضح شيء يا شيخ مصطفى. هم عفوا هن معهن حق لما يعلمنه عن الشيعة. الشيعة يا أخي اصبر اساس يعني. بعض النساء يسخرون يقول يعني مش عايز يكتب قايمة ومش عايز يسوي. يا شيخ انا حاولت اتزوج من مصر يا شيخ لكن وجدت طلب كبير يا اخي يطلب مني قائمه بمليون جنيه. اب يطلب من زوج يتقدم لبنته قائمه بمليون جنيه وعايز ذهب لبنتي 100 جرام كذا وعايز مؤخر وكذا مش عارف كم. ليس كل الناس هكذا يا اخي الكريم. لا لا والله يا شيخ مصطفى ليست صورة المصريين. انا لما اقابل بنت وابوها يقول لي احنا الوضع عندنا كما انت على يعني كما هو ميسر لك اعمل ما هو ميسر لك. يا اخي يا اخي افهم يا اخي الكلام. ذهب يا اخي افهم الكلام. انت تريد تتزوج شيعيه باي طريقه تفهم الكلام اسمع الكلام. لا اتحدث عن الشيعيه بعينها، اتحدث عن الزواج خارج مصر عموما، لا اتحدث عن هذه بعينها. الزواج يا شيخ مصطفى خارج مصر لا يكلف كل المشقه والتعب. الناس في مصر يا شيخ مصطفى بيشكوا على الشباب يا شيخ مصطفى، بيطلب منه قايمه يعجزه قايمه بمليون جنيه. لا لا ما بيحصلش كلام ده اندر من النادر. احنا عايشين في قاره ثانيه يعني. ما احنا في نساء طيبات وفضليات واولياء بنات طيبون وفضلاء كله موجود. والله الذي لا اله غيره. خلاص ارجوك ارجوك يعني انا حر يا انت حر يا اخي اللي تعملها. هنعمل ايه بس يا غريب الشخص غريب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي الكريم. نعم. عندي بس بعض الأسئلة كده إن شاء الله يعني أتمنى حضرتك يتسع صدر حضرتك الإجابة على بعضها. اتفضل يا أخي. طالب في كلية الطب. طالب يدرس في الفرق الأخيرة في كلية الطب المرحلة الإكلينيكية وهو متقن للعلوم الأساسية والعلوم الإكلينيكية زي البطنة والجراحة ومثل هذه الأشياء يعني. وقد نزل مستشفى للتدريب وتدرب كثيرا حتى أتقن حاجة معينة، أتقن شيء معين يعني مثلا أتقن عظام أتقن بطنة أتقن جراحة يعني أصبح يؤتمن. حتى بعض النواب يعني صاروا يعني يسيبوا له مثلا المكان ويمشوا وهو يشتغل. النهايه يعني بس عفوا هو لم ياخذ الشهاده ويريد ان يشتغل. لم ياخذ الشهاده. ايوه لم ياخذها. لا هو لم ياخذ شهاده الطب. ايوه ويريد ان يشتغل طبيب. هو شغال هو شغال اوريدي شغال. لازم تبين. لازم ايه؟ ابين للناس. لازم ابين للناس حتى وان كان هو يعني شغله كويس جدا يعني هو بقى له مثلا سنه او اتنين من اول ما دخل الكليه وشغال. يا اخي الكريم انا الان ذهبت الى مشفى فيها اطباء جابوا لي طالب من كليه الطب يفهموني ان هذا طالب.
يفهموني ان هذا طالب بس. طب وان ان تقاضى على هذا اجر؟ طب انا ما اسمه على نفسي يعني. هو لم يتخرج، هذه الموضه اللي طلع جديد، الطالب في سنه رابعه طب او في سنه ثالثه طب او في خمسه طب يروح يشتغل في يشغلوه في مستشفيات خاصه استرخاصا، يعطي 4000 3000 جنيه ويشتغل على انه طبيب والناس لا تعرف. حفظك الله يا ام اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصطفى ازيك؟ الحمد لله. زوجتي الشيخ مصطفى من بعد ولادتها الاخيره اخذت وسيله منع حمل، وهذه الوسيله لها حوالي 8 أشهر أو 10 أشهر تمنع عنها العذر الشهري، لا يأتيها عذر شهري، ومنذ 20 يوما يأتيها دم متقطع، نقاط صغيرة، نقاط قليلة بشكل يومي. ممكن تسأل الطبيبة؟ إيه؟ اسأل الطبيبة هل دم حيض هذا أو دم استحاضة، نزيف جرح أم دم حيض؟ كان دم حيض انه وجب منه الغسل. اه طبعا كان دم حيض اذا ذهب يجب الغسل، لكن دم الحيض لن يستمر 20 يوما دم الحيض. هذا ينزل يوميا وفي اليوم حوالي 5 أو 6 مرات. لن يستمر يوميا. عفوا 20 يوم لا يستمر 20 يوم دم الحيض. الشيخ محمد بن سمير وفقك الله لكل خير. الشيخ ايهاب عقل بارك الله فيك. بارك الله فيك يا هبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا سيدنا؟ طيب ولله الحمد. الله يبارك في عمرك يا رب واياكم. في اخ له اخت، واخت لحضرتك زوجها مات. ايوه. وعندها ابناء هي تعولهم، منها شباب لا يعملون. ها؟ اخت او اخ. اخت لها اخ وبعد. هذه الاخت ليس لا احد يعولها، تمام؟ وتعرضت لكارثه ان بيتها يعني يكاد يكون هيقع يعني او يتهد يعني، تمام؟ هل يجوز للاخ ان يساعدها من زكاة المال ولا لا؟ زكاة المال لا تدخل في بناء البيوت على الظاهر، انما يعطيها لفقرها. يعطيها لفقرها. اي نعم. زكاة المال يعني في اضيق الحدود. ها؟ يجيبها متوفي. انا بقول لك يعطيها. نعم. يعطيها لفقرها ما يكفيها، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا عامل ايه؟ الحمد لله في نعم من الله. معاك اخوك زكي حسن عطيه اللي كنت سالتك من يومين على الذهب يا شيخنا. اتفضل يا زكي حسن عطيه. طبعا انا كنت خدت راي حضرتك في الذهب وافتيت ليا بفضل الله ان ده ربا واني لا يحق له ذلك. طيب وبعد؟ فاكرنا شيخ؟ والله انا بجلس اجمع، لكن ايه السؤال؟ اطرح السؤال يعني. السؤال الثاني، انا كنت بستفتيك في ان انا كنت بايع ذهب لواحد ورد واديته له ذهب تمبحهولي، وانت قلت كان عايز مني مصنعيه فوق الذهب، خدت بال حضرتك؟ فانت قلت لي لا يصح ولا يجوز. المشكله بقى ان انا كنت كاتب وصل امانه عليا ب 150 الف جنيه لواحد شايله امانه بيني وبينه ب 150 الف جنيه. فلما الراجل معايا يا شيخ؟ معاك. فلما الراجل صاحب الذهب طلب مني الذهب مش جاي على مقاس مراته ولازم ادفع معاه في المصنعيه تاني بعد ما يستبدله، اللي شال الوصل امانه عنده مش راضي يديني الوصل. طب ونعمل ايه طيب؟ ايه حكم الدين في ان هو مش راضي يديني الوصل؟ القضيه لازم اسمع من الطرفين. ما هو يا شيخ انا هوضح لك السؤال تاني. لا عفوا، ده قضيه نسمع فيها الطرفين، ليس انت طرف واحد. شكرا. محمد هادي شكرا.
اللهم ارحم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم الله الصلاه والسلام. تليفون الشيخ مصطفى العلوي. نعم مصطفى تفضل. انه احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. فضيله الشيخ مصطفى، السنه قبل الظهر الاربع ركعات اصليهم من غير تحيات في النصف ولا بتحيات في النصف؟ الامر لا بتحيات، تحيات في النصف. طب صليهم اربع ركعات ولا سلم وهو صلى اثنين كمان؟ الافضل سلم وهات اثنين كمان. وطب والاربعه اللي قبل العصر يا فضيله الشيخ مصطفى العلوي؟ سندها ضعيف، لكن ان فعلتها صلي كما شئت. يعني اصليهم اربعه برضه. ان شئت، لكن الحديث ضعيف، حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعه ضعيف. حديث ضعيف، طيب جزاك الله خيرا. وياك. يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضل حضرتك معلش سؤال. اسال. انا ورثت منزل عن والدي. ورثت منزلا عن والديك. ايوه رحمه الله. ولي اخ كان لي يعني احنا سته صبيان وبنت. كان باعوا لي نصيبهم والبنت بعت نصيبهم. ولي اخ توفى. خد اخواتي واختي، خد نصيبه في اخوه. اخويا المتوفى ده ترك زوجه وبنت. فانا بنيت هديت البيت وبنيته. هدمت البيت وبنيته باذن من مرات اخويا العزيز المتوفى. دلوقتي هي ما دفعتش معايا مصاريف البيت. فانا عايز اديها حجه، اديها حجه في الارض ولا ايه؟ لا انا ما لا استطيع ان اتكلم، هذه القضيه لازم نسمع ما فيها الاطراف كلها. ايوه ساعتك انا صاحب الشأن. ايوه مش في طرف اخر خصم. ايوه الخصم ده عارف ان انا هديت البيت وبنيته باسم باسم. ايوه مش كان في بيت قديم؟ هو اذن لك انك تهد البيت؟ ايوه جابت لي، قلت لها انا هدي البيت وهبنيه ده عشان ولاد، وقلت لها عليك حاجه تدفعيها. فجيت بعد كده وقلت لها مثلا هي قاعده بعد عني في محافظه تانية. فجيت لي لا انا معيش فلوس ربنا ادفع وبتاع وانا مش عايزه حاجه. لكن انا مستحرم. يعني مش جاهزه. فعاوز اديها نصيبها. هل اديها نصيبها في الارض؟ هي عفوا هي زوجة اخيك ولا ايه؟ نعم مرات اخويا. ايوه زوجة اخيك. اخوك ده يعني اخوك مات متى قبل ابيك؟ اخويا مات من حوالي 20 سنة. وابوك مات من متى؟ ابويا وامي ماتوا من 20 سنة، واخويا مات برضه من حوالي 18 سنة. يعني من اللي مات قبل الاخر؟ ابوك وامك ماتوا اولا. ابويا مات الاول، امي تحتيه أيوة. وبعد كده اخويا. اذا هذه المراه زوجة اخيك لها نصيب من اخيك. طبعا. ايوه. ومن ثم نصيب من جدك، واخوك له نصيب من جدك. طبعا. يعني انت الان بس لخصت للكلام لان انا تعبت في الفهم في السؤال. انت الان تقول هي تنازلت لك ورجعت في كلامها. لا انا ما رجعتش، انا هبني انا هد البيت وهبنيه واللي يطلع عليك تدفعيه. هي لها اطفال قصر ولا لا؟ نعم. لها اطفال قصر؟ ايوه عندها بنت، عندها بنت حاليا في كليه جربت تخلص. يعني البنت ده موافقه امها على الهدد ولا لا؟ البنت كانت طفله ساعتها، كان عندها كان جديد ما كانتش سنتين. نعم. البنت كانت ساعه ما هديت البيت كانت البنت عندها سنتين. اي ما البنت لها حق. مشكلة. ايوه طبعا. انا عايز بس كلمنا على الهاتف الخاص، ما يصلح اكلمك كده. هات الخاص اللي هو يسعدك 0 1 5 3 3 3 8 3. طب معلش انا اسف مره ثانيه. 0 1000 12000 0 1000 0 1000 5 3 3 8 3 5 3 3 8 3. الرساله الاول نصيه كده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. بالصحة يا رب طول العمر. يا رب في طاعة الله يا رب. الله يبارك لك. لو سمحت بس يا دكتور، لو واحد قرأ قرآن بالطريقة دي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هل هياخد الثواب كامل ولا لا؟ طبعا لا طبعا. رتل القرآن ترتيلا، بينه تبيينا، بينه تبيينا.
طيب هل القراءة دي ما تنفعش يعني خالص؟ أصلا لما باجي أقرأ بتبقى صعبة عليا إن أنا أرتل يعني، فبقرأ بقراءة عادية يعني. الصلاة صح لكن ليست هي الأفضل يعني. طيب يعني ويبقى مفعول القرآن يعني، يبقى اللي هو لو واحد بيتبارك بالقرآن أو بيقرأ مثلا سورة البقرة أو بيقرأ حاجة مش بيحصل الثواب بتاعها بيحصل وبيحصل بركتها يعني في المكان، ولا لازم ترتل؟ لا ان شاء الله تحصل بركتها بس ليس من اتقن كمن لم يتقن. تمام شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ. هل يجوز لي ان انا اتصدق على ابويا بالصيام والصلاه يعني اخصص ركعتين كل لا يوم؟ لا 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 يجوز استغفار. لا يجوز، لا يصلي احد عن احد. طب والصيام يا شيخ؟ الصيام إذا كان عليه صوم صام عنه وليه. نعم. أما تطوع صيام دون ما يكون عليه صوم لا، لم يرد. لم يرد. أيوه. شكرا. الله يبارك فيك. ورضي الله عنك يا شيخ عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال بس يا شيخ بارز. تفضل. هو مش واجب على الشعوب العربية يا شيخ الاحتجاج على الحكام عشان للضغط عليهم عشان يسندوا اخواتنا في فلسطين؟ نتكلم كلنا، نتكلم ليل ونهار لعل الله يهديهم. يجب مش يجب الاعتصام والاحتجاج يا شيخ ولا لا يجب؟ يجوز او لا يجوز؟ نتكلمهم بالحسنى، كلنا نتكلم بالحسنى يا حكام يا اهل الاسلام، اتقوا الله في شعوبكم. ماشي يا شيخ بالحسنى ماشي. طب احنا يعني لو نزلنا في الشارع كده بقى انا خرجت على الحكم، شرطتهم ستقبض عليك. لو الشعب كله نزل هتقبض على الشعب كله يا شيخ؟ ما تقدر تقول الشعب كله، الشعب كله طريق كده ده. شيخ طب يا ريت توجه كلمه للشعب. والله وجهنا عشرات الكلمات، الاف الكلمات، مئات الكلمات لعل للشعب يا شيخ، للشعب عشان ما ننساش اخواتنا. الله يبارك فيكم ويحفظكم، نفعل في حيني ان شاء الله. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، السؤال اللي كان اللي هو الطالب الذي الأفقر الذي يتقن العلوم بتاعة الطب دي، هل إذا تقاضى أجر يأثم علما بأنه متقن يعني؟ في غش قائم الآن، في غش في المستشفى يعني. أنت الآن في مستشفى عندك. نعم. وأنا جاي أتعالج، جئت أتعالج في المستشفى فيها أطباء، أتيتون أنتم بطالب في ثانية طب في ثالثة طب يطببني وأنا لا أعرف. في خمسة طب. أيا كان خمسة طب ها، لم يأخذ شهادة المهنة فجبته لي يعالجني، بينوا لي قل هذا الرجل خمسة طب لكن متقن. هل تقدر تقول هذا الكلام للناس؟ لو هل أنت تجرؤ تقول هذا الكلام للناس والإسم محاكى في الصدر وكريت أن يطلع عليه الناس؟ هل انت تستطيع تقول للمريض؟ انا ممكن اقول انا مثلا طالب، لكن الطالب ده متقن او كده، او هو اللي ماسك مكان النايب في الفتره دي، لكن متقن وبقاله مثلا اربع سنين في المكان اللي هو فيه ده. يا اخي الكريم، انا جئت اليكم يا من في المستشفى، يا من في المشفى تطببوني، جئت لدكاتره اطباء، اتيتوني بطلبه يعالجوني بزعمكم انه حلو وكويس والى اخره، مش انتوا اللي تشهدوا له؟ لا ما انا بينوا لي، بينوا للناس خلاص. انا اقول ان انا طالب للناس، انا طالب في الفرقه الكذا. ماشي توكل على الله بس كده. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله مولانا فيك. كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله. مولانا اولا يعني الله يشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. اللهم امين. عندي سؤال يا مولانا لو تكرمت. ها؟ في اكاديمية لتحفيظ القرآن اونلاين. ها؟ اكاديمية لتحفيظ. يا عمي سيبكم الاكاديمية، انتوا بتحاربوا اوروبا وامريكا واللي زلينكم
وتستعمل لغتهم ليه؟ يعني ليه ما تعظم لغة الإنجليز الكفرة الذين يبيحون إتيان الذكران من العالمين؟ لما تعظم لغتهم وتستبدلها بلغة العرب؟ ليه أنت مهزوم؟ إيه أكاديمية؟ ما هي أكاديمية؟ الأفضل أن يقال إيه طيب؟ مدرسة؟ ها؟ جامعة؟ الأفضل أن يقال إيه؟ ولازم الفزلكة يعني تتعززوا بكلمة أكاديمية؟ تعزز بالله يا أخي، تعزز باللغة التي نزل بها القرآن الكريم. طيب ما الأفضل مولانا؟ أي يقال بدلا من أكاديمية؟ خد جامعة، خد أي اسم، مدرسة، جامعة، أي حاجة، طلع لغة العرب ليست فقيرة. نعم جزاك الله خير. الله يسلمك. المشكلة شيوخ وشيخات يفرحوا بكلمة أكاديمية، إيه أكاديمية دي؟ تسمي اسم المسلم. نعم جزاك الله خير مولانا. الله يسلمك. طيب مدرسة لتحفيظ القرآن أونلاين. على الخط ماشي. طيب هل هو يعني جايبة طلبة ومعلمين ومعلمات؟ هل المقابل اللي تأخذه من وراء الطلبة هذا في شيء أم لا؟ لا ما في مشكلة. يعني إدارة، هي إدارة مؤسسة. نعم. إدارة مؤسسة. أنا أذهب إليهم أريد أعلم ابني، هم يرتبون مدرس تعليم ابني، ما فيها مشكلة. نعم جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. لو انسان نزل بلد لغرض مقصود حتى انتهى غرضه راجع الى بلده، هل هو مسافر ولو قضى مثلا 5 سنوات يعني يعتبر مسافر في هذه الحالة يعني؟ فهل يجوز له مثلا اذا لا عفوا 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 سؤالك يعني تريد 5 سنوات في الخارج وتعتبره مسافر يقصر الصلاة 5 سنوات؟ هل إذا كان نزل بلد لغرض مقصود ولا يكون الدراسة لا يسمى مسافر، خلاص أقام في دولة كذا للدراسة. إنما تتصور تفتيه إلى أن يدرك ينتهي من الجامعة مسافر ويقصر الصلاة؟ هو لا يقصر، هو في الصلاة الفائتة بس يعني مثلا رغما عنه يعني غصبا عنه. لا يا حبيبي سلامك يتم يا حبيبي الله يسلمك. مرحبا يا اخي ياسر عسل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. كنت اسال حضرتك يا شيخ عن ماذا احنا فاعلين بموقفنا مع اخواننا في غزة، يعني الواحد حاسس بالذنب فعلا. والله ادعو لهم ليل نهار، الله يعينك. معك فلوس تستطيع ايصالها صلها، هل تستطيع تذهب انت بنفسك؟ والله انا عايز استطيع، انا عايز اروح بنفسي. اي لكن لا تستطيع. أي. لا تستطيع. الله يبارك فيك. يا منى علي هو يريد يسال عن وهب الصلاه للميت والصيام، لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس أنا كنت بسألك سؤال، اللي هو الطالب اللي نزل بلد لغرض الدراسة ده أو لغرض معين. قلت لك لا يسمى مسافرا، أنت تريد تقول يقصر طول السنة. قلت لك لا يا أخي، أجبتك. هذا الحكم سمعته من الشيخ ابن عثيمين. هذا رأي الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة، مخالف جماهير العلماء. الله يبارك فيك. طب في سؤال تاني لو سمحت. حكم قضاء الصلوات الفائتة في جماعة علما بأن الجماعة قد فاتتها هذه الصلوات يعني. ما في مشكلة، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر فما استيقظ إلا وأيقظهم حر الشمس، فأما الصحابة وصلى بهم. آه. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. عايزين نسأل يا حضرتك الشيخ. اتفضلي. دلوقتي أنا زوجي بيعمل في شركة يعني هي مصرية بس من اللي هي الشركات المقاطعة. فهل العمل ده، هل العمل ده حرام يعني ويجب إن هو يعني يستقيل؟ في شركة إيه؟
احدى الشركات المصريه. انا ما اعرف شركه ايه يعني، هل تعين اليهود اعانه كامله على المسلمين ولا تعينهم ازاي يعني؟ لا 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 يعني شركه ارضيه يعني. والله اذا كانت اي شركه تستعين او بالمسلمين على عفوا شركه تدعم اليهود وتقويهم على المسلمين يبتعد عنها الان الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. يا شيخ الان ما فيش بديل يعني، احنا الان هو بيعمل حاليا يعني لا نجد البديل يعني. هو اصلا احنا مش بنقول يعني البيع والشراء مع الكفار اصله جائز، في الاصل جائز، لكن بنبحث عن وسيله الضغط على الكفار حتى يكفوا اذاهم عن المسلمين بس. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا شيخ مصطفى؟ طيب والله الحمد. بقول لحضرتك جدي كبير في السن وما بيشوفش يعني بقاله فتره وما بيتحركش وبيروح الحمام على كرسي وكده وظروفه صعبه يعني فهل في هذه الحاله ممكن تسقط الصلاه عليه؟ لا تسقط الصلاه، لكن يصلي قاعدا. يعني هل ينفع يصلي من غير وضوء في هذه الحالة يعني؟ أو إن عجز عن الوضوء تيمم، جات له شوية تراب جنبه يتيمم، عجز عن التيمم صلى فاقد الطهورين. يعني بالظروف اللي أنا شرحتها لحضرتك ده ممكن يتيمم في هذه الحالة عادي. نعم. أختي كاتبة اسمها فاطمة، فاطمة غير فاطمة يا إخوة. ادخلوا على النت كده تجدوا معنى كلمة فاطمة. امرأة كافرة برتغالية رمز لحاجة معينة، ففاطمة غير فاطمة، فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء أهل الجنة، لكن فاطمة سموها قديسة، هي امرأة كافرة برتغالية على الظاهر، ادخلوا على النت تشوفوها، فلا تسموا ابنتكم فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول لك فاطمه لقب كاثوليكي. اتصلت عليك بالامس على التليفون الخاص وانت لم تجبني في المساله الخاصه. ها؟ انا اتصلت عليك بالامس، حضرتك قلت لي اتصل علي على في الجوال الخاص. طيب وايه المهم؟ ما هي مشوره خاصه مش هتنفع على العام. طيب كرر بس رساله، قل مشوره خاصه، لان الوقت الان شبك عندنا والله سيئة جدا يعني. أرى مكالمات إخوة يعني أستطيع أكلمهم أعجز تماما، فيكتب بس رسالة. طب أنا آتي إليك يا فضلت الشيخ إن شاء الله. على الله. نعم آتي إليك في زيارة إن تسمح لي. شرفني، تفضل. فاطمة يا إخوة يقولوا اسم كاثوليكي، قديسة كاثوليكية، امرأة كفرة، فاطمة برتغالية يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الشيخ مصطفى. نعم. عندي جدة تتذكر يعني تتذكر أحيانا أشياء وتنسى أشياء. تقول أحيانا كلام مفهوم وكلام غير مفهوم. حاولت جاهدا أن أساعدها يعني على الصلاة. لكنها تصلي أحيانا بطريقة خاطئة ولا تتذكر أوقات الصلاة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا استطعت أن ترشدها أرشدتها، ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لا يكون عليها إثم إذا فتت. كيف تأثم وهي عاجزة أصلا؟ نعم. السلام عليكم. عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير يا فاطمة. تفضل. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. سؤال يا شيخ. سلي. انا كنت اشتريت
اشتريت حاجة مثلا وكان سعرها مثلا 400 جنيه او 450، وجي بعد كده هي حاجة رياضية، جي بعد كده مثلا لقيتها في محل تاني بسعر ارخص. فالناس في التمرين حبوا هم يشتروا الحاجة دي، فهل ينفع ان انا اشتري الحاجة دي وابعالهم بالسعر زي ما انا جبتها؟ بس تبيني لهم انك بياعة، تبيني لهم انك بياعة تبيعين. نعم. شكرا. بايعت بيعت شركة فتشائين. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ بإذنك، في محكمة مصرية دلوقتي. في؟ هناك مصرية، المرأة مصرية. نعم. سلام اسمع. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، الجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم اخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم سدد رمية إخواننا، اللهم سدد رميتهم واغفر زلتهم وأقل عسرتهم يا رب، واجمعهم على كتابك وسنة رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك يا رب أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا واخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين.
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأسرنا ولا تؤسر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.